لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. برسم الدورة السابعة للبطولة الاحترافية الأولى، استقر مسؤول شباب السوالم على ملعب أحمد شكري بالزمامرة بعد موافقة الجهات المسؤولة بالمدينة بحكم تواجدها بنفس المنطقة والجهة. وكان شباب السوالم قريبا من استقبال النهضة البركانية بالملعب الكبير بفاس، بحيث أكد الكاتب الإداري عبد الفتاح بن الطبي في دردشة قصيرة بأن فريقه لقي كل الترحاب من طرف مسؤولي مدينة فاس للاستقبال بالملعب الكبير قبل تحويل الوجهة في آخر المطاف إلى ملعب أحمد شكري بالزمامرة.